سيتي وست هام يونايتد، شنا كيفاش كانت المباراة؟ مباراة وانتهت بأربع أهداف مقابل هدف واحد. شنا كيفاش كانت المباراة؟ كانت صعبة، مباراة ما كانت سهلة، مباراة اللي كانت صعبة. شنا كيفاش نقولوا بلي اليوم نقولوا وست هام وين صعب المأمورية، رغم أن نزام اللي شنا كيفاش نقولوا الشوط الثاني، وين نقولوا الشوط الثاني كيفاش كان؟ كان نقولوا بلي نسبة استحواذ 64% لايستر سيتي، وست هام يونايتد 36%، 178 تمريرة الوست هام، 483 تمريرة لايستر سيتي. وين شنا كيفاش المدرب بينالدان اللي دخل بخطة 4-1-4-1؟ شنا كيفاش دافيد مواس المدرب تاع وست هام وين دخل ب3-5-1-1؟ يعني نقولوا بلي كانت المباراة لايستر سيتي وين سيطرة، رغم أن شنا كيفاش شنا هدفين في الشوط، شنا هدف ويست هام في الدقيقة 50، وهدف ريكاردو في الدقيقة 50، وين بعد ما ماركو المدرب لعب سجل ضربة جزاء تاع ويست هام مباشرة في السونت ديريكت، وين ريكاردو يسجل الهدف في الدقيقة 50. يعني كانت هاريف بارنيس الذي سجل في الدقيقة 24، ريكاردو الذي أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 50. شنا مارك اللي سجل من جانب ويست هام ويسجل عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة 50. شنا بيريز الذي سجل عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة 81، بيريز يعود ويسجل في الدقيقة 88 هدف الرابع. يعني كانت أربع أهداف كانت المباراة نقولوا فيها، خاصة الإنجليزيين البطولة الإنجليزية وين يحبوا الأهداف، يحبوا المتعة والأهداف. شنا شمايكل، شنا ريكاردو، شنا جوني، شنا كاجلار، شنا كيفاش بنجامين، شنا وين ماندي، شنا أوزي، يعني يوري جيمس، نقولوا جيمي باردي الذي خرج في الدقيقة 43، يعني ويرس، شنا كيفاش والفيرد. كانت المباراة مباراة وين شنا دراين المحارس تاع ويست هام، خاصة ويست هام وين راهم نقولوا بلي راه يعاني هذا الموسم. شنا عيسى ديوب، شنا أنجيلو، شنا أوران، أوران وشنا بابلو، يعني كانت ديكلان، شنا مارك، شنا كيفاش أرتور، مانويل. يعني كانت المباراة نقولوا بلي المباراة وين شنا كيفاش كانت عدد اللمسات وين كانت 1508 عدد اللمسات و 727 لمسة لويست هام. يعني كانت شنا كيفاش ضربات الجزاء وين كانت واحدة واحدة. يعني كانت شنا نكون نروحوا نقولوا بلي الركنيات وين شنا سبعة لايستر سيتي، 8 الويست هام. يعني كانت المباراة مباراة كانت شيقة، مباراة شنا فيها أهداف، شنا فيها هذه هي المباراة والمباريات الكبيرة نقولوا خاصة لايستر سيتي اللي راه في المرتبة الثالثة. يعني كانت الويست هام الذي يبحث عن التعادل أو الفوز، لكن بخطة وين راهم يتحملوا عبء المباراة، نقولوا يتحملوا عبء المباراة باش يدخل بخمسة ربعة واحد. يعني مباراة تبقى صعبة جدا. هذه هي المباراة اللي كانت الجولة 24 الدور الإنجليزي الممتاز للبريمير ليج، لايستر سيتي 4 ويست هام يونايتد 1. صحيح.